واسمها مكتوب على المجلة. تمام يا فندم. أنا عايز أعرف مين دي ومين أهلها وتاريخ حياتها كله. حاضر. اتفضل. حاضر. معايا؟ خليك معايا. عجبك البيت؟ كويس. بس كلفني كتير قوي. ما هو الترابيزة عاملة عمايلة. مين اللي عندي؟ لمع بيه وسلطان بيه وسيد بيه. سيد هباب ده ابو دم تقيل يمشي. حاضر. من يوم ما جيت من اسكندرية وانا بتصل بيه كل يوم في التليفون. يا ليليان. مشارل. انما ايه اللي فكرك بيا النهارده؟ صورة كاميليا.
على المجلات. انت عرفتها؟ كبرت وحلوت وبقت قمر. هي فين؟ اجيبها لك تسلم عليك. يا ريت. كاميليا. ايوه يا ماما. تعالي سلمي، في ضيوف عايزين يشوفوك. مين؟ تعالي بس، تعالي يا كاميليا سلمي على عزيز بيه. ازيك يا قطه؟ انت مش عارفه عزيز بيه؟ مش واخده بالي. تعالي سلمي عليه. ازيك. معذورة، أمي كانت مخبياك عن الناس. عن الناس لكن مش عنك يا عزيز بيه. عن إذنكم، في ناس مستنيين. قصدك الممثل ده أحمد سامح. القطة حلوة أوي يا ليليان. طالعة لأمها. أول ما شفت عزيز عند ماما قلبي انقبض، ولما خرجت قابل أحمد شفت عربية من عربياته واقفة بتراقبني. ولا كلمة، حسيت ان في حاجة مزعلاه. مالك؟ انت عرفتي عزيز ازاي؟ عزيز؟ عزيز مين؟ انت هتستعبطي؟ كان عندك في البيت بيعمل ايه؟ ما كانش عندي، كان عند ماما. ماما؟ ايوه، هو بيعرف ماما من زمان. ولما هو بيعرف ماما من زمان، لما شفتيه واحنا سهرانين سوا كدبتي عليا ليه وقلت انك ما تعرفيهوش؟ انا ما كدبتش، انا فعلا ما اعرفوش، لاني ما شفتوش من وانا عندي 8 سنين. ياه، ده انت على كده انت وماما ناس واصلين، تعرفوا شخصيات عظيمه.